በስመ አብ አማተኞች በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከበ ደግሞ አምላክኛ መልአከ ኃይል ወልደ ገብርኤል ወገና መነ በተስካረ መተስካረከነ ትልለለ በወንጌላ ክዳ ፈተማ አንገፋ መጋቢ አይላፍ ቀሲስ ስዩም ሉጋ ስዩም ከበጆም ከበጆቶን አቦቲንኬን ሁሉም ትኬሽን አቦሊ አድሞሊ ጆርሌን ሁሉምቱ መጋዋጋን ከቡልተን ከቡልተን ከከምቱርተን አኔ አባንኬ ዋንኬ ኡመመረት ከን ኡፋቴ ከን ከበጀን የሚፋተው መተብሪ በሎተኬኛ ዋቀዮ ቢተማ ከንድ ኢሳ ማሌት ቢተማ ዋቀዮ ቢተማ ከንድ ብሎ ሰጀሬን ከነ ከንድ በሬስ ቁልቁልቸ ዳዊት ባሳሳ ለመረት ለኮሰ ቁንት ቁነቶ ኮረት ለእግዚአብሔር በፍራት ተከዙ ለእግዚአብሔር በፍራት ተገዙ የሚል ኃይለ ቃል ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ በመዝሙር ቁጥር 11 12 ላይ አስቀምጦልናል። ይህንን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንማማራለን። ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ ተገናኙ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወተሐሰኑ ለወቱ በረአድ አለእምዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዕ እግዚአብሔር ይላል። እንግዲህ ትርጉሙ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፣ በረአድን ደስ ይበላችሁ፣ ተግሣጹንም ተቀበሉት፣ ጌታ እንዳይቆጣ ይላል። ምን ነው ይህንን ትምህርት አርዕስት አድርገ ያመጣበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው ብትሉ፣ ምክንያቱ ለእግዚአብሔር ሰዎች እየተገዙ አይደለም። ለእግዚአብሔር ከምንገዛባቸው ነገሮች አንደኛው ደግሞ ጾም ነውና፣ አጽዋማቱ ሰዎች ዛሬ የሚያጣጥሉ ሰዎችም አሉ። ለምሳሌ እግዚአብሔር ለእኛ ጾሞልናል፣ እግዚአብሔር ለጸጋው አድኖናል፣ ስለዚህ ለእኛ መጾም አያስፈልግም፣ ጾም ለታይታ ነው የሚሉ ሰዎች ስላሉ፣ ሌላው ጾም ያለፈበት ነው፣ ጾም ፋሽኑ ያለፈበት ነው፣ እኛ የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ትውልድ ስለሆነ መጾም አይጠበቅብን የሚሉ አሉ። ስለዚህ እንደ ኋላ ቀርነት የሚመለከቱ ሰዎች አሉ። ሌላው እኛው ራሳችን ደግሞ ስለ ጾም አረዳዳችን ትንሽ የተዛባ ከመሆኑ የተነሳ ለእግዚአብሔር መገዛታችን አካሄዱ ትንሽ የተሳሳተ ነገር ስላለው እሱን መበየን ነው ማለት ነው። እሱን አስታውሳቸዋለሁ። ምንድን ነው ነው ሰው ዛሬ የሚገዛው ለማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንግዲህ ለገንዘብና ለባለስልጣናት ለብዙ ብዙ ነገሮች ነው የምንገዛው ዛሬ። ዋናው ጉዳያችን ግን እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መገዛት እንዳለብን ነው። ቅዱስ መጻሕፍት ምንድን ነው የሚናገሩን? በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ላይ እግዚአብሔርን ፍራ ይላል፣ ወይም ደግሞ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ተብሎ ተጽፏል። ኦጉማን የምን ጀልቀባ ዋቀዩ ሶዳችሁ ረዴ ሰለሞን ኦጌ ሰከንተይ ሰለሞን ከነት ግበቴ ማይ ዋቀዩ ሶዳችሁ ዋቀዩ ቢተሙ ጀቹ ማልጀቹ ራ ለእግዚአብሔር መገዛት እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔር ይቀስፈኛል፣ እግዚአብሔር ይገለኛል ተብሎ ሳይሆን ሳላውቆ የፈጠረኝ በጥበቃውና በበረከቱ ያልተለየኝ አምላክ እግዚአብሔርን ምን ልሰራው ነው የማስደስተው ነው። አገበቻችሁ ዋቀዮ ፊተሙ ዋቀዮን ሶዛችሁ ልችሁም አለችላ ዋቀዮ ለአጀይሰ የሚኔቶንታይ
وتوم بيكيل كان أوي كان نصو كان كان من مياجوس كان من جراجوس وأكبرجاء ما لون وجهك سجن متشيسا وأكبرتي نوانتا يفجتا تاريخ سلامون أكرجلا كتاب سا ما تلو بيسجن كلامه لقوس سكورت وأيوتي صدا أجهز خاص إيه وأيوتي صدا وأيوتي أكملت صدا لنا كرا وأن ونمن كمي وأك صدا جندا كرا كمي تني صدا جندا وأقول ده لجاهي إنديم نوم نكجزا بمنس نوم نكجزا إنديم نوم نفرح جاهي ميلو عندني يوم دي بس أوم نو بس أوم سندوم نبيت مستني بتشان بأمت صلاة كصومات هذا كصومات مكانك عندني يوم دي ينبي أصوم من ملو أهون يالله نبته إيه من صوم إيدي إثنو يصوم يالله نو صومس من مالك يميلو جنا كزيرو نو من ناكرو يكرتا يدري لجلي مالك صوم من بنو صوم مالك نو مالك نو لا توصل جيزي تبلي مكان كهلو ده من توقف كمجب مكان كه كفر آد سجام اليوم كمجب سجام مكان كهلو سجانك كهونو كالقرآن كسجام مكان كهلو إيه نوع بزي تجرب يلبدم إثيوبيا ويا إثيوبيا أرثوذكس تاهنو يفسامي جورج بزي أندنيان إسكذتني إسكاسرام ولا تنسى ومان يمجب تجرب وجي قد تشنم يفتح تبونات هكذا نقدر كيلنا يلبدنا هلا تجنو صوب نقدر من الوقت نقدر هنا أصوات هلا تجنو تبو سنو يكبرونا ما ننسو الصوم يالشادو السنو فاتلو السنو من النجارة سنة صوب قدم الدار قاتشو سنة صوب كنقول تلاويت أكنا جريم بتيه فارس هذا إذا توقف سجل رت يوكل سجل تدر جلبيكو لجمنا أن يوكل صومي أن دبتري فوكس أبو أنو كتير أكسوما راجي دانيلي بقنا توكل أكسو على مرت دانيلي في جون من سجل أنا نازاني أنا سعيد جلماني كمية ماني من آني في بقاتي داري إساني أجا جمي إيساني أكاري يوكيميكو وان إيلا بويا تقني فتراني وايس أومي كتاب نقول كنرو مالك جلوغا هندون نكيهيا نبيهنا بتكسان نقولش من لكرستانا كنش أججا يروت أومي كانت أججو لفما كاتي أكتاري أكنا مغتاني لك كانا غرا هيكا صومي كدهيني صومي جدشو أفر فون كينيا ليلو يجو فوني نبيلنا أفوراني مو مالغو نلتشو أم وان حوارا أف إيبو جدشو منفساو إنك سجاوي نتقل منفساوي ترقو من وروان سجاوي قدم لأخواتشو منفساوي ترقو أمي ودقو من دلو كفو بنيوت دريت مبقطت مبقطت مالات نونو إيه كفو دريت يمي بالو نقر من دلو أبقو مبيكتن وما توقعني صومي كرا أديم سأفوراتي إسجل قوات جميع يعني يقول لك بچو لدي يعني يارا نما إفتور آرور فإيبون صبر دغور دوار صبر لغسور أوف إيبو يتجد صومي يتجد إني كان إني دبلتها صومي جبتو ماهي هاريو وعافي نمو الجن كامنو ولكن يو الجن كامنو هارسو يجو أكمل تارسنا ورغي لأن يعطي سوكان ورغي وطن إيبو باسوكان ورغكتن ركنا ساني باسوكان نتقومنا جبتو كنا قومي يوكم ولدنا أوف أبو أوف بيتو أيك أمنا نمون بعدي
أوفيتو هندم دعاني مالي مركنما صلبو نما أرابسو نما أرابسو مركنما نصلبو وردين آني بس إنياتي سايا يوكنا بوني مالي واحد يقول وجد أرارمو هندم دعاني يوكل لغنيون افقل كل سؤالي ماليتي افقل كل سنة غاب بيتاني نمني درا غاب بيغنيفت او مايك غاب بيكون يوزون يادا سيرافي فقيمتا كينيا ارد من دوفلتون تأيي أبار وكين يوجنين مريد جدا قلت ساري لجفت جدا تاو قبار كان عبدا أباكي قبت ستة مرة جداني كان بري فبير نوتي يروتوني كفو جلب التيسا قاب بيجان ريك أكسو تاي واقع يو نسي مرة بيلا إلسا كي إيبوت توكين يواتا يونيفو أتار أكبر بيكم أولين كوني أجاكي ساتورات سهل جفات أداماوي هكنا هكتوني من بانو دبل تاوكوش وريزا فلس مراف تستكوكو تراثا سبب تلاي يما جمبرا وچو صوبو چاچا من ناكيوان من بانو يتسس أچو هك أتبلا من بانو أتبلا يوكنا رايان تي دو أدو أدوتا جاءني جتاماني اتماما مري أجاجاماني أجاجاكنا أجاجين قومي أجاجين لغنى جنة كيسات إيغالي جتا جنة كيسات أدالي حيوان هي إنياتينا جتاني إنياتينا قوما جتاني مغرقوني وايه غارو ما في يرى وانبرسي صوف إشير الله إنياتنا يونياتا يمينو تموج أميت تكتن كان الله لكي كانيو هاندو بندو مايلي صومي كفاتي نموتا سجورا حقيتشا صومي صومي دين خليتشا جاجي كوني هو رأي يوسانا جاجي هنياتينا إشير الله نياتا نيني صومي دين كني أجي واقع يوسان دربتي بغرانفا بربدوتين توت بيا عبارمات غريق فايا حياتنا كان جدانا ياتني دجا ما لدي ياتنا جدي بوفتاني وايو خالي همنا قباتي تكس جدي يوجد لك أكس جدي هياتنا جدشو ما لنو تغسيس يوجد جدي ناموس أكا قباتاني دي وايو وما وقعت ابوما اذا اكبرني نعوز اكبرتني انياتي نجري لما فعلي مو اكوالك بتمني هنا سدفن اك اوف ابوما ابوما جداني اوف ابوما هنا اما اوف ابوما جتشوفني ما يجي هل ارجيني اجاكيني هل ارجيني هل يزو جتشوف فإيفوني أجيزو جاتشو أميدي أوف أبوه جاتشو أوتو نياتشو بربانو نياتشو إيسو أوتو أبو بربانو أبو إيسو أوتو وهم نتقبلو أو إيسو جاتشو أومي كانا هنياتنا جاتشو أفورانا كبودتاني فيتشو منفساوي بكات اندينو راتشو يوم راف صومي هيكوني كان جل أبميس إسانو أدامي فيوان الرافقة أدامي فيوان صومي هيكونا بوج أماني سيطان إساني تتبع تيجي بركو مشاليب
أكما موسى بيا فتما تومي إنس بيا فتما تومي سيطانا يقوطا بغدا سديسة جكان جنمان أجيك دادان ورونتوس كيسا تكامل أكاني بوجي أكاني مجمدي نبيك كان دوا بالله سؤال غفتا كي يسوس كرسوس موت أومي أن هجي شايرون راب لوكي غالي لاجي كان قومي ما هيدي فيلانو ميت تكامات يو قومي ما ني وا اوجي ني ادا جون من دلي يو قومي لكنا موت ما وا كايو قال اوجي ني دي وكبت نم ني قومي موت ما وا كايو قال من دلي ما جي لك باسي يوس ونقولك ما سيوس بيجك سهريا تنتهي أكنه جد ما جد وان صومي هيجن جنة كيسهريا مني خناف ديرني مو جنة كارو بمو ها فوم يدك منو تتعاج صومي ديرني جنة كيسهواني أما صوم غم كارو غنو تا صومي يدك من أي كه خناف فايدان صومي فايدان لجنة باجي مدى فوني يميزتي فني فوني يمين أجيبتي أقوم بيرتني ينفس قصر تاجنا لك يسوك الله قصر تاجنا لك تقص تتاصل ورا صومي فري أمرو مقلو أرقم سيستير أباني سيرابيو كجر من كان سيطان أريورا بني باكين ورقا دينكين يردتي هم نك أرقم اللي كانوا تاسسو قومي وغير ما تشوفوا قلنا قرا طور لا كوسا ديجني تو قرت دوكا بوتا غوفتا كان يسوع كريستوس يرو تو كون سيطانا باس دتبني دتبني غير غوفتا في دمير مال تاتني سيطاني حبر حما كان اريو كدك تبني مالي هتا هم يومي تسيدي سيتيغا اسكما شيء تاجا ساتوا جيري سان اساني فاتيجا كوني نفي نتفي داجا سيطان سانا نما سانا برا اريه كانا دارو سيطان نكوني با سيطان نابور ريحما كوني باو كان جن جاو اومي لدن ناكي خطا دي مري اكسواني دي باو جيري تو دي سي اتنيني سيطان نكي سيطان سيطان هي مو كيكس روف روف را أريو كندن دي سيطان بوجو كندن دي يوت كندن دي يوت قوم دي قال كنا دينا كينيا كانتين مونو قال دينا مو دينا كينيا كان مونو نوتي اوكاسا بيت تييتي تيني كلاشي تنسي قومي سجد امو قال قال كنا لغنا أبين سارا غرفة جنسات تقمارا غرفة دمات كثيرا غرفة دمات كان نفيد واقع وجدت إلي أكا عرارم أكا نتي عرارة سارا دنو كان نتاسي سوتا أكا نجرا وقلت يوحاني ساسا مركي صوميتي كأننا أكا كاتو لمان تاورا غرفة أيوة كريميو كان نتاسس فاي كاتولما وربنا لأني روبيت كتاك كاتولما كمويته كاتو أكا كاتولما ودي يفتاج الجاب صومي فكرنا قال إسان جروا أيو كان نبيس الزاي غورغوريوس إبن بيسينا أكا نجا نمني فاينا فاينا فتراب نمني فاينا فتراب وفي ياتو كموي
ውሄኛ ቹቀው ካንኬኝ ገሩ ዮሚ አናርገኝ ሀም ገራን ኬኝ ተርሰውትኛ ኡፈኛ ሪናይ ዊን ኡፊና ማሊክ ኡፉ ኡፋት ኡፉን ጫድን ሰፊድ ማሪሳ ካንጀንሞ አባንኬኛ ማሪሳ ኛ ተጥቆኛቹን ቁልቁልና ሩቦር ደምሲሳይ ቁልቁልና ሩቡ ኡፋቦ ፈይ ቦዲ አቦ ከኑታሽ ሱራ የሮቶኮ ገሞንጂ ከሰከንድራ አባን አባን ተቆጥሬ ጋፊ ጋፋ ተማኝ ማለጋፊሳ ያባከኛ ማሊፍ አመከሰን አከንት ባይስተኒ ሂቱ ጀአኒ ጋፋተኒ ኢሳኒ ሰከስ ጀአኒ ዴሚሰል አኒ ኦቶኒ አመፖይ አጄሽ ታይ ይባልኒ እንድሞና አጄሻ ጀአኒ ዴሚሰል አምልኩ ዮ ፍርደት ዮ ገበት ያቆጣ ያቆ ያከጅረኒጣ ያከውጀ ተመኒና ሰበበታ አይደለ ነምሊዮ ኡፌ ነመሮቱት ነምሊዮ ኡፌ ነማረስ ነምሊዮ ኡፌ ሀማ ነመረቱጀ ካራንዳ ፈይን ኮኒ አጀሱ ጀነ ከዱበኑ ጀተ ነምሊ የሮ አፋንሳ ኦሙ ያን ሳለህ ጾማይዳ ኤፍሬም ነምሊ አፋንሳ ዮጾ ያን ሳሽ ጾማ አመኑት ያን ከይ ቢንጾ ነባሃመን ኦብሬ ሰቴኝ ጉርጉር ቀርሽ ጀሌ ከነካን ድራወተን ሞነ 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 ከና ክርስቲያን ልጅቹ አቢስ ነበረክስ ከና ጾም ካዮንሳ ሞቱማ ዋቀዮ አሮክ ነው ቢከሙ ኦፊጌ ኦፋሬስ ኦፋሬስ ሱራ ካዮ ጾሚ አመንቶ ተገረጅሬን ያራዋት ከፊዱ ፈኖ ወፍታራ ካዮ ቢላ ነምኒ የሮጾሙ ጾሚና ሙጠኖ ቢላው ሙጠኖ ዴበቹ ኮኒ ማ የሮቤሉ የሮቤ ወሉ ካና ጎፋንከኛ ፈይሳንከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖራ ፈኖራተ እኔ ቦቴ ማንቄ ቦቴ ዋቀየ ኡማ ማንቄ ቦቴ ሀኡኑን ኤቦቴ ጃላለ ለማት እንኑ ፈንቄ ቦቴ እንኑ ፈኖራነ እንኑ ፍይገሳ ሀን አንገላሴ ኑቲሞ ሰአቲ ሰገሊ ጅሬኛ ኬንስ ከጅሬኛ ኬንኛ ኬሰ ኡሪ ኬንኛ ኬዝ ኑ ኬንኛ ኬሰ ሀንራ ለገኒ ሀሚራ ለገኒ አልከጅራሉ ከጉበኑ ወጭ ሱዳ ካና ፈኢፎ ኬንኛ ቦጅኒ ፈኢፎ ኬንኛ ቦጅኒ ሞቱማ ዋቀዮ ቃሉ ድቀበታ አቁሞ ቢከሙ የሶምን ጉዳይ እንግዲህ እየተነጋገርን ያለነውና በህገ ኦሪት ወይም ደግሞ በዘመነ ብሉይ እንደምታወቀው እነ ሙሴ 40 ቀን እንደጾሙና ቃልን ይሄንን ጾም በሚጾሙበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ከክብረ በዓል ጋር በጣም የተያያዘ ነው። የነሱ ጾም በእግዚአብሔር ፊት እንግዲህ ራሳቸውን ዝቅ እያደረጉ እየጾሙ እየጸለዩ ከእያለቀሱ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቁ ነበር ይላል። ለምንድን ነው እንግዲህ ይሄ ጾም የሚባለው? ከልቅሶ ከጸሎት ጋር መሄድ አለበት። ዘካርያስ 1:3 ላይ የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ይላል፣ ወደ እኔ ተመለሱ እኔ ወደ እናንተ እመለሳለሁ። ወደ እግዚአብሔር መመለሻችንን መንገዱ ጾም ስለሆነ ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር ሲበድል ይቅርታ መጠየቂያው ጾም፣ አመድ ለስሶ ማቅ ለብሶ አባቶቻችን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀው። አሁን እኛ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር የምትባለው ዛሬ ሀገር እግዚአብሔርነቱን ተትቶ ወደ እርስ በርስ የምትተናነቅ የምትገዳደር ሀገር ሆነች። ስለዚህ ሰውን መግደል እንኳን መጾም ሰው መግደል ከባድ ወንጀል ነው። ተመልከቱ፣ ሰውን መግባት ከባድ ወንጀል ነው።
እኛ ክርስቲያኖች እቺ ሀገር ዘይት የምትባል ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለባት ደም እያፈሰሰች ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ይቅርታ ልትጠይቅ ይገባታል አለበለዚያ መጥፋቷ መጥፊያዋ እየተቃረበ ነው ስለዚህ ጾም ወደ እግዚአብሔር አቤቱታ ማቅረብ ስለሆነ ማለት ብዙ ችግሮች አሉብን እና የራሳችንን በደል አምነን ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት ከና ጾሚ የሮመላን አደዳጋውስ የሮጋጋኤም ጋጋኤምና ጋጋኤምኒ ጋጋኤምኒ ገቁስ ሚጃ አጀጀማ ኩመቤቶ ብየረት ብይኬ አመጋጋ አመረጀት ወለጄ ሳጅር ኢንሮላጅር ከና ጾሚ አቦቲኬኝ አጀጁ ደንደው ኦቶ ገና ጾሚ ገና ኩነቶኒ ጅሎ ጠየጅ አኩመ ጳጉሜ ኬሰን ወጀጅን ወጀጀኒ አጀጀሙ ደንደአ ጾሚ ሙሴ ጾሜ ማንጎደ አቦኒ አቦ አቦኒ ኩርናን ሰነፈተጀ ኤልያስ ጾሜ ጾሜ ማንጎደ ጀ ሰሚ ንጹፌ ሙሴ ጾመ ጸለየ ከእግዚአብሔር አሰሱ ትእዛዛትን ተቀበለ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረ ኤልያስ ጾመ የሰማዩንም ዘጋ ዝናብ እንዳትሰጥ አደረጋት ለምን ምድር ስለተበላሸች ነው ወጥ ቁልቁል እጅ ጴጥሮስ ሰከሰው ጾመ ይላ ሰገሬዋ ነዮስ ጸገሬ ወጂጆ ካቦታ ለምጎና ተደቆ ሰገሬለት ጎፍራኬ ፈይሳን ከየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሚ ከቁሃራ ከምንደሰዳ አክሞ ሙሴ ሙያ አሁን ተመጾመ እንደስያ አሁን ተመጾመ ኩኒስ ነምኒ ተጃጅሩ ነምኒ ተጃጅሩ ነምኒ ሁዱማ ወጂ ሁሉማ ሁዱማ ወጩ ጾሚ ድርቀመራይቹ ሄሮቡ ሁሉ ወይ ሁሉ ዱርሲ ጾም ቀመደች ወጂ ወጀቹ ወጂ አርገቹና ጾሙ ቀመደች ዋን ጋሪ ከተ ሁዱማ ከዱስ ጾሚ አሊቹ ኦቶን ጾሚ ዋን ጋሪ አርገቹ እንደት እንደት ስለዚህ የማንኛውም መልካም ስራ ሁሉ መጀመሪያ ጾም መሆን አለበት ጾምም መሆን አለበት ጾም እንግዲህ ከነሳ ጋር እንደሚሄድ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ነብዩ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበትን 70 ዓመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነብዩ ኤርምያስ የተናገረውን ያመጡ ቁጥር በመጽሐፍ አስተዋልኩና ማቅለሽ በአንድ በአመድም ላይ ሆኜ ስጾምና ስጾም እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኬ አቀናው ይላል። እንግዲህ ጾም ምን ያህል ምን ነገሮችን በውስጡ እንደሚያህ ጸሎት፣ እንባ፣ መለቅሶ ብዙ ነገሮችን ያካተተ መሆኑን የምናይበት ነው እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ጾም እንዴት ነው እየጾም ያለ ነው ጾም እንደ ፈሪሳዊው አንድ ፈሪሳዊ መቀራጭ የሚባሉ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄዱ ይላል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ። እነዚህ ሁለቱ ፈሪሳዊው ይሄድና በልቡ እንዲህ ብሎ ይጸልያል፣ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኛና መጸኛ መንዝራ ወይም አመንዝራዎችን ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላሉ አመሰግናለሁ። በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ ጾማለሁ ከማንኛውም ሁሉ አስራት አወጣለሁ ብሎ ጸለየ ወይም ተናገረ፣ ለእግዚአብሔር ሪፖርት አቀረበ። ያኛው ደግሞ ቀራጩ ግን በሩቅ ቆመና አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳን አልወደደም። ነገር ግን አምላክ ሆይ እኔን አጣተኛውም አለኝ እያለ ደረቱን ይነቃ ነበረ። እላችኋለሁ ከዚህ ይልቅ ይህ ሕፃን ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ራሱን ከፍ ያለ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱን የሚያዋርድ ግን ከፍ ይላል ይላል። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ለመሆን ለመቱ ገራ በተሰና ጥፈኔ ከእችው ጩፈኔ ኮኮ ፈሪሳዊ ገጠማ ፈሪሳዊች ማጀት የ ለፔሳት አኒ የዋቀኝ መሰገረት የጠቃ አከነሚቸ ቀራጭ ቀራጭ ከናከል ዋመንጎ ዋንጣሌ መስገረት የፈ ጉያ ለመነም ጮማ አስራት ይኮነን ከኛ አጀ እነሱ ይገቡ ወልጅቴ ዋቀዮ ያሉ እንደሚደይ ሂኒ እንደንዴ አንየቅማላ ስላሉ እንደንደው ያቦ ጀዴ
كناف نمتشي كراجي أميسوني ونقول إساف بركناي كناف ونملي وف 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 كابو غادي أباما نملي غادي وف كابو مو أباما يلي دوباتي كناف يتساسات سو عالنا يالنا سلسو لمن دنو يكون نتعلم منه لمن دنو يكون على السادة ديانة تاهو خالكشو يتساسات سو سلمن سونا اندي بتنبي تكسان ياس مزرافو عبسا سمتنا نبيهلا نبي يوسا ياس نبي يوسا ياس نجاهل ديانة بهاي شو عطو قطو لهزي متعلم عطو لا يقوم بيتي حتى تحجون نقر نقر قد إلا تلت يشونا من قدين مياهو قوزة مدام سسكت الاندى على الزبو يملا تحجون فردن داتو هزم ونفن يوم فردن من وينيانا ونجهد لمدلا يودانو سلمن صومن أنت ما تملكتهن سونا تحجن سلمن أو مارجن أنت ما روك ميرانو مارجن እኛ የጾመ ነው እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ምን እየወክ ነው አሉት እግዚአብሔር ኢኮኖሚውስ ህዝቡ አሁን እኛ የገና ጾም እየጾም ነው ወይ ነው ጥያቄ ጥያቄው እዚህ ላይ አዎ ገናው ጾም ቤተሰብ አውጃ እየጾም ነው ግን እየጾም ነው ነው ትክክለኛው ጥያቄ እንግዲህ የፍርዱን እንዳልተው መንገዱን እንደሚያውቁ አድርገው ነው ራሳቸውን የሚናገሩ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲህ ነው የገሰጻቸው የተሳሳተ ጾም ስለነበረ እየጾሙ ያለ እየዋሹ እየገደሉ እየሰረቁ ደሃ እየበደሉ በጾማቸው ጊዜ ፈቃዳቸውን እየፈጸሙ ለትርና ለክርክር ይጾሙ ስለነበረ በግብጦቻቸው ይማቱ ስለነበረ እግዚአብሔር በመጨረሻ እንዲህ ይላቸዋል إني يمرضت صوم إني نوعي. تاعي إني مرضت صوم يمرضني سرعة وين يسرع تبعته. يتراقبته تطلب سوزه. يتكفته أرنة تزرع سوزه. إن جل الله ترابته كور سوزه. سجدنا ونبي تانجوم ونبي تانجوم تانجوم زند نوم. وأيوه أني أجدي صومين أجدي. مالي يقول لي أتي يا واقع من تقوم نيرا مالي أواك يلاك أبزيزني أتي لغون بره يوجد أن أتي واقع قوف غافة فوم تاني فإي كيسا راوت فإي بوني خجب ني نما حجب فالنيف لون فالنيف لونان فوم إرري دك أبارا نما أوفتي إذا نما سلالي كيسان أكا صوم تاني أولكاس تاني يوان يسيس صومي يعني في لك كان أكا سيكي صومي كن واقع يفن دونتي جالة تاني جتاني هو أمتكو بآهر را بريسا باسو هكا أمريد را أكا هكتان ورر درب تماني بريسا باسو كمبرين ساني تشاسو نتي بدين ورغ بيلاني في أكا كنيتاني ورغ داناني في مو كيسو مما وفي تبرا تشوكاني ورغ هاتو تماني في مو ورغ وچو يكامني في مو وچو دارا كباستا نتي جي آي تشاك كنا واقع يو غفتان كنية يسوس كرستوس وطو بريسا كنية هاتو تشوكو أوتو فردي جلسو تومين تومو تومين ميتيجا إسا كانوا بجيسا إسا إياس كانا فكنا جئي نتو دوبت لمنا متابسو عالسماتشو جوشاشو دم تموتوا تاتمو سوندتاشو أنسو يسراتشو كفرات كايني في تاسو دو كفو ما دلقل تو ملكا مسراتو تمارو فردن فلمو يتدقو تنادمو لدها الدبو في الهضرون سلام بلتتو تبا سلام بلتتو توابتو نونا نواكس
ይላል ጌታ ወጌታ እንደዚህ በጣታችሁ እንዳላላችሁ እንዳመላይ ተነሳለች እንደደንም ምትቀላ እንደባዘቶ ተሰራል ተጠራለች እሺ ምትሉ ለኔ ምትታዘዙ የምድሩን በረከት ተወላላችሁ እንዴ ምትሉ ግን ልታመጹ ሳይድ ብላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይህን ተናግሯል ይላል ያ ኡመተ ዋቀዮ የማቲ ዋቀዮ ሉቲ ዋቀዮ አጀጀማ ህንጁዙ ቢከማ ህንጁዙ ጾማ ህንጁዙ አፋንኬን የሚጾማ ለጴንኬን የሚጦም ሰሙኬን የሚጦም ለጴንኬን ዋን የራ ነምኒ ኦናንኬኛ ዮ እጆኔንሳ በረቴ ዮ ዋንጋሪ አርገቴ እጅኬኛ ኢገዱ ኡፈታ ዋንጋሪ ወላንከ የዮርገት ይንገመኑ ምቀኝነት አለ ምቀኞች ነን ሲበዛ ሲበዛ የወንድማችን ማግኘት ለኛ አበሳ ለምን እንደሚሆን አይታወቅም ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈታ ያልቻለው ለዘመናት ካንሰር ሆኖ የኖረው ይሄ ምቀኝነት ይባላል ስለዚህ መልካምነት ከውስጣችን ውስጥ መልካምነት የለም እሳባ አሳባችን ለሰው ንጹህ ነገር ማሰብ በሰው ላይ ክፋት አለማስ አይደል ጾም ማለት እሱ ወንድሞቻችን ጎረቤቶቻችን ላይ ክፋትን አለማሰብ ሀገር ላይ ክፋትን አለማሰብ የግልን ጥቅም አለማስቀድም አሁን ትልቁ ችግር እኔ ልብላ አንተ ሙት እኔ ልኑ አንተ ተሰደድ የሚል አይነት መፈክር ይዘን ስለሆነ የምንሄደው ለእግዚአብሔር መገዛት አልቻለም። ጾማችንን ቅርብ እግዚአብሔር ሊደርስ አልቻለም። ይሄ ጾም የሚባለው ደግሞ የምግባራት ሁሉ መሰረት ነው። ሰው ሁሉ መልካም መስራት የሚችለው በጾመ ሰውነት ነው። በሚጾም ሰውነት አይን ክፉ ከማየት ብያቸው። አሁን ወጣቶች አይናችሁ ምንድን ነው የሚመለከት? ሁላችንም አይናችን ይጾማል ወይ ክፉ ከማየት? ወደ ሴት አይቶ በልቡ የተመኘ በልቡ አመነዘረ ተብሏል። በእርግጥ ሴቶች እህቶቻችን፣ እናቶቻችን ዛሬ የምትለብሱት አለባበስ ሰው እንዳያያችሁ ወይም ደግሞ አካላችሁ ገመናችሁ ለመሸፈን ምን ያህል ጥረት ታደርጋላችሁ? ጨርሶ ጥረትም የለም። ለምን እኔ ወዴት እንደምን ይሄድን እንዲያለን ፋሽኑ ምን እንደሆነ ለምን ሰው ስጋ ፍላጎት አለው ስጋ ፍቃድ አለ። ስለዚህ ወጣቱ እየረከሰ ነው፣ ሀገር እየረከሰች ነው ያለችው። ስለ እባካችሁ አይናችሁን እናንተ ምን አገባችሁና ነው የምታዩ አትበሉን። ለምን አይናችን እንዴት አድርገን እንጨፍሙ? ምን አለበት አሁን እኔ እናቴ ጥሩ ቀሚስ ስትለብስ እኔ እናቴን በክፉ እመኛታለሁ ወይ? ጥሩ አለባበስ ይኑራችሁ። እናንተም አግዙ፣ እኛም እናግዛችሁ። ኃጢአት ይቀነስ፣ አይን ክፉ ከማየት ይቆጠብ፣ ጆሮ ክፉ ነገር ከመስማት ከሐሜት እንቆጠብ፣ ወንድሞቻችን ከማማት እንቆጠብ። ሐሜት ሲመጣ ሰው ሐሜት ጾም አይመስለው። ይሁን ወንድምህ አንድ ጓደኛ ለአንተ የቀረበ ይመስልና መጥቶ የወንድምህን ያማለህ፣ በዛ ጊዜ ምንድን ነው የምትለው? ይሁን መፍትሄው አለ። አዎ ጥሩ፣ እንግዲህ ይህን አሁን ያልከኝ ጉዳይ እባክህ እስቲ ሰውዬው ባለበት ንገረኝ ነው። ሰውዬው ሳይገኝ ይህን ሰምተህ ብለህ አትስጠው። ያማ ሐሜቱን የነገረን አካል እስቲ ይሄ ሀዝ ያመጣው ሀሳብ ጥሩ ነው፣ ስለዚህ ሰውዬው ባለበት እናወራ ነው፣ እሱን አስቀምጠ አውራኝ። አያረጋት ሁለተኛ ይገለማል። ስለ ምላሳችን ዛሬ ይጦማል ወይ? ስድብ እንጦማለን? ሀገሪቷን እያቀጣጠለ ያለው ምንድን ነው? ከምላሳችን የሚወጣ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚጻፉ የጥላቻ ንግግሮች፣ ጽሁፎች አይደሉም ወይ? ይችን ሀገር እያሳፈሯት ያሉ መቼ ነው ጾም ያለው? ጾም የሚባል ነገር አላለፍም። በእኛ በኩል አለፈ። ለምንድን ነው ሀገሪቷን የምትነደው? ማን ያነደዳል? ጠላት ከውጭ መጥቶ እነ ጣሊያን ናቸው አይደሉ?
አይገጥም። ስለዚህ ክርስቲያን ኃጢአትን ይጠየፋል፣ ይጾማል ማለት ኃጢአትን ይጠየፋል ማለት ወንድ ለወንድም ጥቅም ለወንድም ይላል ማለት ለወንድም ጥቅሙን ያስቀድማል። ይሄ ሲሆን ደግሞ ቅድም እንደተባለው የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላል። አለበለዚያ ምድር ትበላችኋለች፣ አለበለዚያ ሰይፍ ይበላችኋለች። ሰይፉ ይኸው እየበላ ሰይፉ በራሳችን የፈጠርነው ሰይፍ ለእግዚአብሔር ባለመታዘዝ፣ ለእግዚአብሔር ባለመገዛት ለእግዚአብሔር ተገዙ አለ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት። እንዳይቆጣ በመዓቱ እግዚአብሔር እንዳይቆጣ በፍርሃት ሆናችሁ ተገዙ። በፍርሃት መገዛት እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር ሩሩህ አምላክ ጨካኝ አምላክም አይደለም። ጾሙ ይስተካከል፣ ውጤት ያምጣ ነው አሁን የትምህርቱ ዓላማ። ይሄ አንድ ወር ከ15 ቀን የምንጾመው ጾም በዚህ ሀገር ላይ የሀገሪቷን ችግር መፍታት አለበት። አታምኑም? መመን አናምንም? ማመን አለብን። ይሄ ደግሞ ቅድም ያለውን ሰንኮፎቹ ቆርጠን ስንበቃል ስንችል ነው። እንናበብ፣ እናስተው። ምንድን ነው እየሰራን ያለ? እንዴት ነው እየጾምን ያለ? ወንድሜን በደልኩት፣ ጎረቤቴን በደልኩት፣ እናቴን በደልኩት፣ ቤተሰቦቼን በደልኳቸው፣ ምን አይነት ክፋትን የሰራው ጋር ከንስሐ አባታችን ጋር ደግሞ በሳሙና በንስሐ ሳሙና እየታጠብን መንግስቱን እንድንወርስ እዚ አይነት ከደለ ወሰባት